السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. فاطمه زامورا الامينه العامه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا السنغاليه الجنسيه، اوغستان سينغور رئيس الاتحاد السنغالي لكره القدم. هذا الاسمان مرشحان بقوه لخلافه رئيس الكاف موتسيبي الجنوب افريقي. صحفي نيجيري تحدث في صفحته على تويتر أن خلافا بالألفاظ بين رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي ورئيس الجامعة المغربية لكرة القدم، وتشابك بين الرجلان عندما تدخل لقجع عبر منصة زوم في اجتماع الكاف، ووصل الأمر إلى ألفاظ بين الطرفين وتهجم لقجع على موتسيبي ورد موتسيبي على لقجع. يحدث هذا كله والجزائر غائبة تماما على المشهد. أول شيء، فاطمة زامورا الأمينة العامة للفيفا، كيفاش نقولوا باللي فاطمة زامورا الأمينة العامة تاع الفيفا تترشح لرئاسة الكاف؟ نعرف أنه في انتخاب موتسيبي الفيفا تدخلت لبقوسين تعيين وليس انتخاب موتسيبي، هذا ما يدل أنه الكاف تحت وصاية الفيفا، هذا يدل أنه الكاف تحت وصاية الفيفا بالفعل بعد تعيين موتسيبي بقوسين تعيين وتقاسم المناصب والكعكة للنواب أوغستان ولقجع والدحية والعديد من الشخصيات الإفريقية رؤساء الاتحادات الإفريقية، تقاسموا المناصب والكعكة وتم اختيار موتسيبي كرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. الآن نفس الشيء، فاطمة زامورا سوف تكون بنسبة كبيرة مع أيضا ما ننساوش المرشح الثاني اللي هو أوغستان سينغور. فاطمة زامورا مرشحة أيضا بقوة لرئاسة الاتحاد الإفريقي والكاف اللي تحت وصاية الفيفا، بطبيعة الحال هي في رواق جيد للوصول إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أيضا ولد بلدها أوغستان سينغور أيضا رئيس الاتحاد السنغالي مرشح أيضا بقوة لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. أوغستان سينغور يعتمد على الملف نتاعه وعلى الإنجازات اللي دارها للكرة السنغالية، تتويجات المنتخبات السنغالية كاملة سواء منتخب أقل من 17 سنة، منتخب أقل من 20 سنة، المنتخب المحلي، منتخب الكرة الشاطئية، المنتخب الأول اللي تحصل على كأس أفريقيا في النهائي ضد المنتخب المصري. يعني الإنجازات هذه كاملة خاصة بالمنتخبات السنغالية استثمر فيها سينغور، وراح يكون مرشح بقوة للفوز برئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. هذا فيما يخص الأسماء المرشحة بقوة لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. شجار موتسيبي ضد فوزي لقجع هو أمر عادي جدا، نظرا لأن موتسيبي ما عندوش القوة وسلطة القرار، نظرا لأنه جاء معين من الفيفا وبرضا الأطراف اللي تقاسمت الكعكة والأطراف اللي تقاسمت المناصب بما فيهم فوزي لقجع. يعني احنا بالدرجة كما نقولوا احنا اللي جبناك، تقدرش تهدر ما تقدرش تريكلامي. اذا موتسيبي هو رئيس ضعيف من ناحية صنع القرار، من صح القرار او اتخاذ القرار، نظرا لسيطرة اللوبي اللي تزعموا المغربي فوزي لقجع، وايضا بعض الاطراف في الكاف اللي يعني دار تحالفات مع فوزي لقجع، وبالتالي موتسيبي هو يعني رئيس ضعيف جدا، ضعيف 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 جدا، لا يستطيع اتخاذ قرار دون الرجوع الى فوزي لقجع. يعني الشجار اللي كان او التلفظ ببعض الكلمات او الكلمات الحاده بين الطرفين، يبقى موتسيبي من حقه يدافع على نفسه، لكن ما يقدر يعمل ولا شيء ضد اللوبي اللي يقوده فوزي لقجع وبعض الاطراف في الكاف، وبالتالي ما عليه الا الاستماع وقبول اي اقتراح يقوم به لقجع، واي قرار يصدر من الكاف دائما يعود
لفوزي رقجع اسكو يعجبه ولا ما يعجبوش. وهذه حقيقة على كل حال نضرب كل صراحة هذه حقيقة. ما ننسوش أنه أيضا الوداد راح تلعب لافينال مع الأهلي المصري. تعيين الحكام، تعيين حكام الفار، هذا هو التخطيط وهذا هو اللوبي اللي سيطر على الكاف، هذه حقيقة. نروح للطرف الجزائري، يحدث هذا وفي ظل غياب الطرف الجزائري. دائما نقول الكلمة هذه نقولها، النوم في العسل، النوم في العسل. بعض الأخبار هنا وهناك، زفزاف غير مرغوب فيه، زفزاف غير مرغوب فيه في السلطة، زفزاف لا أنا ما أدخلش في التفاصيل هذه، لكن الشيء المعلوم المؤكد أنه جهيد زفزاف اللي يعني تكلمنا منذ تعينه وقلنا بصريح عبارة أنه شخص ضعيف، ضعيف بزاف والاتحادية كبير عليه، لكن ما يعنيناش الموضوع هذا، قلنا سابقا الناس ما عجبش الحال وزفزاف وانت ضد ضد زفزاف وحطيتوا احكام مسبقه على الرجل، الرجل مازال ما بداش يخدم وكذا، معليش. اذا جيد زفزاف انا بالنسبه ليا، بالنسبه ليا نقولها بنسبه كبيره راح يكون جويليا موعد حاسم لمصير جهيد زفزاف. جويليا القادم بنسبه كبيره موعد حاسم لمصير جهيد زفزاف. جويلية القادم راح يكون فيه انتخابات المكتب التنفيذي للكاف اللي فيها الشلمالي الليبي، والشلمالي الليبي نعرفه باللي هو الصديق الصدوق لفوزي لقجع، المغربي فوزي لقجع. أيضا الشلمالي بمساعدته جلب الحكم مقابلة الجزائر ضد منتخب المغربي لأقل من 17 سنة. دائما الأندية المغربية يحكمها حكم ليبي، والفهم يفهم، والفهم يفهم. إذن الشلمالي كما قلت صديق صدوق لفوزي لقجع، لكن يبقى الشلمالي ما هوش يعني شخص لي قوي قوي وعنده نفوذ كبير في الكاف، ولا يعني عضو عادي. أنا بالنسبة لي نشوفه عضو عادي جدا، كل صراحة عضو عادي جدا، ما عندوش هذيك الكواليس وما عندوش هذيك اللوبيات بزاف اللي يوقفوا معه، يعني على قد حاله. لكن صحيح أنه عنده علاقة مع فوزي لقجع وتربطه علاقة قوية مع فوزي لقجع. إذا انهزم جهيد زفزاف ضد الليبي الشلمالي راح تكون آخر أوراق جهيد زفزاف. كأس أفريقيا 2025-2027 تكلمنا عليها سابقا، صعب صعب صعب، لكن الورقة الأخيرة نقول الورقة الأخيرة لجهيد زفزاف هي الفوز بمنصب في اللجنة التنفيذية للكاف. إذا راح المنصب هذا نتاع الكاف، إذا آخر أيامه راح تكون جويلية. وإذا فاز، وبين قوسين إذا فاز زفزاف راح يواصل، راح يواصل ويكمل العهدة تاعه، أقل حاجة يكمل العهدة تاعه. إذا جهيد زفزاف سوف تنتظره أيام صعبة جدا، ابتداء من الآن إلى غاية شهر جويلية. جويلية موعد الحسم، سوف نرى مصير رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف. هل يفوز على الليبي ويواصل العهدة تاعه في رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أو يخسر ضد الليبي وتكون آخر أوراق جهيد زفزاف ويخرج من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ونشوفه الشخصية القادمة لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. إذن في الأخير متقلم مع مزد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.